تفسير العمل هو عمل من كلمات الأستاذ محمد خير الخولاني، وتحياتنا له في الصباح ده، وتحياتنا لكل أهل نيالة. وهي من ألحان الأستاذ الهادي الجبل، وهي على إيقاع مردوم، اللي هو ده أنا أول مرة أقدمه طبعا. إيقاع مردوم، لكن ممكن تقول لي بتصرف إيقاع مردوم في شخصيتك أيضا ظهرت. فدي آخر الأعمال دشناها قبل شهر كده تقريبا. نعم. هنسمع منا أجانب. حبيت فرادي من الكنترول، ورجع مرة ثانية. مرحبا بكم من جديد، ولازلنا في معية الفنانة نانسي عجاج ولحن جميل، إيقاع سوداني مع أداء جديد. الشيء الملاحظ الآن من خلال الصور اللي شفناها، طبعا ده ما فيديو كليب، ده تركيب لمجموعة من الصور عشان تكون مرفقة باللحن. يعني وجودك في كذا صورة مع حرامات البجراوية، واللي هي حق يعني بالتأكيد شاهد على مرور الكنداكات والملكات السودانيات. ده إيصال الماضي بالحاضر واهتمام بالتاريخ، ولا كانت الفكرة شنو؟ كانت تواصل مع التاريخ. كانت أنا يمكن أكون ذكرت الكلام ده في مرات عديدة، إنه عندي اهتمام بالتاريخ، بحب أقرأ فيه، واهتمام بتاريخنا، بتراثنا، بآثارنا، بالتاريخ السوداني القديم اللي الناس ما عارفينه. يعني قاعد أقول دائما إنه السودانيين بيعرفوا تاريخهم في 200 أو 300 سنة فاتت، بس ما قبل كده ما بيعرفوا، وما قبل كده مهم جدا ومختلف جدا ومشرف جدا، لكن ما في شو عارفه. ده بيجي دورنا نحن، دور مؤسسات كثيرة مختلفة. بيجي دور الإعلام في إنه يظهر الأشياء اللي بتحدث عنها، تيجي دور مؤسسات أيضا مختلفة في إنها تكون مهتمة بالجانب ده. دور التعليم في المقام الأول. صحيح. التعليم في المقام الأول للمؤسسات، الإعلام، الفنانين، المثقفين. صحيح.
لانه اذا ما ربطت نفسك اذا ما ربطت نفسك بتاريخك ما حتعرف نفسك ماشي وين. والدليل على ذلك المشاكل اللي احنا موجودين فيها. يعني اذا كانت الناس ما عارفين يروحون افارقه ولا عرب ولا وين ده ببساطه لانه ما عارفين تاريخهم، ما عارفين يروحون قبل 5000 سنه بنلقي في جدل 7000 سنه و10000 سنه كانوا وين. فمهم قرايه التاريخ، ملهمه جدا جدا ومهمه عشان احنا نقدر نقرا الحاضر ونمشي لقدام. اهتمامك به وبدك من وين او بدا كيف؟ لانه زي ما قلنا مثلا مناهجنا احيانا قد تغيب فيها جوانب اساسيه من التاريخ اللي ذكرتيه. اهتمامك فيها بدا كيف وبتمارسي كيف؟ كونتي ثقافه ووعي تجاه القضيه دي؟ اهتمام ممكن يكون يعني من سنين، لكن مؤخرا كده بديت اركز على الموضوع شديد، لانه كل ما اقرا زياده كل ما بندهش زياده، كل ما بستغرب انه ليه ما فيش عارفه الكلام ده. وعنك قريتي شويه كده الاجيال ممكن تكون نوعا ما بعيدة أو يعني غيرت القراية بمفاهيم أخرى مختلفة بالوجود على السوشيال ميديا أكثر مثلا من أنها تمسك كتاب أو أنها تفتش في الجوانب. أنا ما أقدر ألغي المسؤولية الفردية بتاعت أن الواحد يعرف تاريخه، لكن في النهاية يعني إذا أنت ما يعني ما لازم كل زول يطلع اطلاع حر عشان يعرف تاريخه. الحاجة دي مفترض تعرفها أنت. الزول اللي عمره 10 سنين ممكن يتكلم لك على بلده وأنه بحبها وانه كذا وكذا وجدود والقصه دي ما محتاجه لاكتب. القصه دي بتعرفها بالتربيه بالثقافه، بتعرفها بالتعليم في المدارس. زي ما ذكرتي تبدا من البيت والتعليم وتيجوا انتم كفنانين ايضا الشعراء في توثيقه في النصوص إعلام المختلفه والاعلام والصحافه. نعم قدرتي تنزلي المفاهيم دي كلها والافكار دي كلها في اغنياتك؟ يعني سمعنا الاغنيات الوطنيه، قربك كمان من القضايا الاجتماعيه او اهتمامك بالتاريخ تقدري انت كفنانه مثلا تعكسيه باي شكل من الاشكال في الغناء؟ ممكن يكون في نصوص مباشره مثلا او اعمال مخصصه لحاجه دي، انا ما اظني عملت حاجات زي دي، لكن بفتكر انه بشكل غير مباشر ممكن يعني. ممكن يعني ما انت ما شغفك او الشغف بالحاجه حبك لارتباطك بها بخليك يعني غريب اكثر في حياتك يعني. طيب انا داير اسالك لانه يعني احنا كمان يعني حاورنا يعني فنانين مختلفين وكان احيانا بنلوموا مثلا على ضعف الانتاج الخاص في الاغاني الوطنيه. اهتمام جانب ده، هل بتفتكري دور الفنان تجاه الوطن تجاه مجتمعه هو شنو؟ هل بيتلخص في الغنى ولا ممكن يعني مثلا تبقى في مثلا اقامه حفلات خيريه دعمه لمبادرات؟ دور الفنان تجاه المجتمع شنو؟ دور الفنان اتجاه المجتمع طبعا هو كل زول بحدد اولوياته وحاجاته وما بتقدر تطالب الناس بانه يعملوا كل شيء. انا بفتكر انه في المقام الاول الفنان مطالب انه يقدم فن جيد في المقام الاول. في المقام الثاني والحاجه دي يعني اوتوماتيكلي لو قدمت حاجه جيده ولو بشكل غير مباشر انت بتكون لعبت دور في المجتمع وبتكون تناولت حاجات عندها علاقه بالمجتمع وعندها علاقه بالناس، لانك انت ذاتك الحاجه اللي انت بتتناولها دي هي عندها علاقه بالناس وللناس ذاتها. فبالاضافه لانه في الحلقه الاخيره مش الاخيره لانها ما مهمه، لكن ما كل زول بيلتزم التزام زي ده، انه انت تقدر تتواصل مع الجمهور ده وتستفيد وتوظف وتستثمر المحبه والتواصل بينك وبين الناس ده في انك على الاقل تكون مثال جيد بالنسبه لهم، على التواصل لهم مسج كويسه، يحسوا بك انك قريب منهم، يعني تتفاعل مع حاجاتهم عشان هم يتفاعلوا مع حياتك ورسائلك اللي انت بتتصفيق. في احيانا بعض الناس ممكن يكونوا ما مستوعبين الدور الكامل للفنان والفن، يجوا يقول لك مثلا احنا الغنى حنعمل به شنو مثلا؟ هيحل لنا مشاكلنا اذا كانت اجتماعيه او في جوانب اخرى. فالفنان هو عنده رساله زي ما قلت، في الحفلات الجماهيريه في عائد مادي ممكن يمشي، شفنا كثير حفلات بتقام من اجل مرضى السرطان مثلا او غيره من التفاصيل المختلفه. الغناء او الفنانين هم قادرين على انه حتى لو في اي توترات مثلا سياسيه ما بين الدول قادرين انه يلعبوا دور في انه يوثقوا العلاقات ما بين الشعوب مثلا في دور كبير. فمن خلال ناس عجائب القضايا الاجتماعيه الحاصله في المجتمع لاي مدى اهتمامك بها ايضا ولاي مدى ممكن تتناوليها في اغنياتك عشان تكوني قريبه من الجمهور عشان الجمهور يعرف يعني شو فنان يعني شو رساله فنان تجاه المجتمع؟ اعتقد اني تناولتها بشكل مباشر وغير مباشر. قضايا عندها علاقه بالوطن، عندها علاقه بالناس في الاعمال يعني
وحكون زي ما قلت لك مهم بالنسبة لي، وحاسة إن أنا قريبة للأغنيات الوطنية، حكون دائما بنتج في أغنيات وطنية، لكن لأني ملولة طبعا لازم من حين لآخر أعمل حاجة ثانية، لكن حكون دائما بغني أغنيات وطنية. بالحديث عن الوطن كمان بالتأكيد بيكون في كلام كثير عن السياحة والاهتمام بالسياحة، وكفنانين دوركم كبير، وأيضا شفنا لك أدوار حتى يمكن من خلال مثلا إصرارك على إنك تكوني مثلا تصوري في البجراوي فيديو كليب أو كده، أنت بتروجي لمناطق أثرية بالتأكيد من شان إنها تدعم السياحة. أفكارك مثلا في الاتجاه ده ممكن تاني تمشي كيف، ونحن مقبلين على نهاية العام ومهرجان مثلا البحر الأحمر، مهرجانات في مناطق مختلفة أيضا، ولاية الجزيرة والمدني. مهرجانات ثقافية حشارك فيها، وزي ما قلت لك أتواصل مع الناس وشارك ذاته في الحياة بأشكال مختلفة، وفي أفكار تانية عندها علاقة بالموضوع ذاته، عندها علاقة بالسودان، عندها علاقة بالتنوع الثقافي، عندها علاقة بالتنوع الموسيقي، عندها علاقة بالتاريخ، ويعني في أفكار كثيرة، لكن أنا طبعا كالعادة ما هقول حاجة ما هتكشف حاجة كويس ما تنتهي حاجة معقول عشان مشوار صراحة بس. طيب 1/1/2017 كلمين عن 1/1/2017 والجديد عندك كمان. الجديد عندي حاطل على الجمهور في يوم 31 يعني عيد الاستقلال 31 واحد يعني في النهاية ليلة طويلة يعني. هنقضي ليلة لطيفة، هقدم أعمال جديدة. الحاجة المهمة في السنة الجاية في الفترة الجاية 2017 إنه زي ما قلت لك بمناسبة المرور 10 سنوات من البداية وحتى الآن حعمل 10 حفلات جماهيرية. حددت الولايات؟ عشان نكلم؟ طب قولي 3-4 عشان كمان نبشر. حيكون في بورسودان، حيكون في نيالا هوبفلي، حيكون في كثير من الولايات. 10 بس 10 حتات حنغطي فيها حتات كثيرة. انت من خلال غناكي قلتي كلام كثير للناس وسمعوه وحبوه وحفظوه، لكن احنا دارين نديك مساحة أخيرة كده منك لجمهورك ومنك للمشاهدين. هاشتاج 10 سنوات. هاشتاج 10 سنوات. طيب هاشتاج 10 سنوات. والله يعني كانت 10 سنوات يعني طف قاسية، وكانت لكن كانت مهمة، كانت كويسة، تعلمت منها حاجات كثيرة، وانتو عملتوا لي سبورت كبير. حتى الناس يعني دائما، انا دائما كنت احب اقول الكلام ده لكن ما بتجي فرصة، انه يعني حتى في ناس كثيرين ما قاعد الاقون ولا قاعد يلاقوني، بيكتبوا في الصفحات، بيكتبوا في صفحاتهم الشخصية، حتى انا ذاتي ما بش يعني ما بعرف، ما في بيني وبينهم معرفة، لكن قاعد اقول لهم انه السبورت والطاقه الايجابيه اللي انتم بترسلوها والكلام اللي انتم بتكتبوه انا قاعد افهمه يعني. حكون عند حسن الظن، حكون دائما عند حسن الظن، وحكون دائما اقدم لكم الجديد، ولانه انتم بتستاهلوا. وكل جمهورك اللي بتابعك الان بيستحق كمان منك الاهتمام والتركيز والدقه والتنوع اللي انت بتقدمه في اغنياتك المختلفه والالحان المختلفه، وكمان بديت في مرحله التلحين، ان شاء الله نشوف الجديد في المرحله القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكرك جدا ناس عجاج لوجودك معنا، وانت خلاص على سفر ان شاء الله بكره باذن الله، نلاقيك على خير ونحضر ان شاء الله حفلاتك كمان على خير. اكيد يمتد العطاء للمواطن السوداني اللي انت اقرب له من خلال احساسك وعطائك لحنك وكلمتك. شكرا نانسي، ومن هنا احنا مش معكم مشاهدينا ومباشرة على الرياضة، وتحية لكل متابعي الأخبار الرياضية. هذا التقرير عن اللاعب دي ماريا، نتابع ونرجع ثاني.